بمناسبة بقى الكلام عن كابتن سيد عبد الحفيظ، لازم نقول له كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة وربنا يسعد لك أيامك. طبعا كابتن سيد مدير الكرة في النادي الأهلي، عيد ميلاده زي النهاردة من يوم 27 أكتوبر عام 1977. طبعا كان واحد من أمهر لعيبة النادي الأهلي في عصره، بالإضافة إلى أنه بشهادة كابتن محمود الخطيب وبشهادة كل الأهلوية هو واحد من أفضل مديري الكرة في النادي الأهلي على الإطلاق. كابتن سيد عبد الحفيظ ابن محافظة الفيوم، طبعا لو حبينا نتكلم عنه كلاعب هنقول عنه كلام كتير، بس هنختصر الكلام ده بانه يكفيه انه حقق الكثير مع النادي الاهلي، فجمع 6 ألقاب لبطولة الدوري كانت بدايتها في موسم 95-96 ونهايتها في موسم 2005-2006. وكل سنة وانت طيب يا كابتن سيد وعقبال مليون سنة. لا لسه الله. المسيرة لسه فيها كلام. نتكلم كمان حقق 3 ألقاب لكأس مصر، ده بنتكلم كمان عوامه لقبين للسوبر المصري كان 2003 و2005. بطولة النخبة العربية كانت مرتين في المغرب، ده عام 97 وتونس عام 98. وكمان فاز بلقب هنا دوري أبطال إفريقيا مرتين، بنتكلم 2001 برضو و2005. لسه في تكملة كأس السوبر الإفريقي عام 2002. وكأكيد كل كمان مباريات ومنافسات مهمة كانت أو كان هو متواجد فيها مع منتخب مصر. يعني على كل حال إحنا بنقول لك مرة تانية كل سنة وانت طيب، قيمة وقامة كبيرة جدا في النادي الأهلي، ويا رب كمان اللي جاي يكون أحلى عليك كابتن سيد.